الليلة فاتوا على البلد الساعة تقريبا واحدة ونص، عرفنا انهم عند دار الطويل وعم باخذوا قياسات البيت عندهم، فاحنا بصراحة خفنا. وفي عنا كمان لانه ضل ابننا الصغير، عندي 2 أسرى انا، عندي محمد وكان زوجي محبوس وطلعوه، وحاليا كمال الله يفك أسرة، وانا بحمل الاحتلال الاسرائيلي اذا صار له اي اشي عن حياته، هو وأسامة الطويل الله يفك أسرهم يا رب، والله يفرج عنهم ويشفيهم. فعرفنا انهم عند دار الطويل، فخفنا بصراحة على ابننا الصغير، فطلعنا من البيت. غادرنا البيت، رجعنا تقريبا الساعة 4، شفنا الجيش لا زالوا تحت المنزل، برضه تركنا البيت ورجعنا. ضلنا قاعدين في منطقة شوي بعيدة تحت، لحتى انهم راحوا من المنطقة طلعنا على البيت. فكان البيت يرثى له بصراحة، دمار خراب، فيش اشي مكانه، خصوصا غرفة كمال مقلوبة قلب، الجوارير الصور الأوراق مقلوبين قلب، حتى الكنب مقلوب من مكانه. البيت كامل ماخدين قياسات، مخزقينه، وعلما انه هذا البيت مش لإلنا، البيت هذا للعيلة كاملة، في ورثة يعني، وفي وراق، في عقد اجار، احنا بندفع اجار للبيت، ما بعرف، واحنا بنحمل الاحتلال مسؤولية الدمار اللي عملوه والخراب اللي عملوه عندنا في البيت. كمان احنا تواصلنا مع اكثر من جهة، ما في اي تصريح. بالنسبة لمديرة المستشفى حسب ما افادونا هم عم بتلقوا العلاج بس في سرية، ومكتمين كتير على اي معلومات بخصوص الاصابة، بس افادونا انه كمال مصاب بالظهر وأسامة الطويل مصاب بالفخذ. اشي تاني ما في اي معلومات، ولا رح نقدر نحصل إلا للجيش يقر ويعطي تصريح لمديرة المستشفى تعطي أي معلومات.